وفي عالم النجاحات والجوائز وفي إنجاز غير مسبوق فاز العالم من أصل تونسي مونجي باوندي منصفة مع العالمين لويس بروس وأليكسي إيكيموف جائزة نوبل في الكيمياء لعام 23 و2000 عن اكتشاف النقاط الكمومية وتركيبها التي تضيء شاشات الحاسب الآلي والتلفزيون ويستخدمها الأطباء في رسم خرائط الأورام. وقالت لجنة نوبل للكيمياء في بيان: الفائزون بنوبل نجحوا في إنتاج جسيمات صغيرة للغاية بحيث يتم تحديد خصائصها من خلال الظواهر الكمومية. وأضافت اللجنة: يعتقد الباحثون أنه في المستقبل يمكنهم المساهمة في الإلكترونيات المرنة وأجهزة الاستشعار الصغيرة والخلايا الشمسية الرقيقة والاتصالات الكمومية المشفرة. هذا هو تستخدم الجسيمات النانونية والنقاط الكمومية في توجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية. وتمنح الجائزة التي يبلغ عمرها أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمته 11 مليون كرونة سويدية.